السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك شباب في فيديو جديد من جي فور جي. يا رب تكونوا بألف صحة وخير، وكل عام وأنتم بألف خير. أعذروني تأخرت كتير في شرح حدث تخمين كأس العالم، بس والله غصب عني، وكمان الحدث فيه شوية حاجات كده ما وضحتش إلا متأخر. احنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حدث كأس العالم والتخمين والقصص دي كلها، ومن الصبح أنا بحاول أعمل لايف بس والله ما عارف. أعذروني، انا بعمل لايف علشان هدف واحد، يعني الناس اجاوب على اسئلتها. الاسئلة لما بتظهر لي في اللايف بتبقى اسهل عليا كتير ان انا اجاوب. ندخل على شرح كده حدث بتاع كاس العالم دوت علشان نفهمه ونعرف ايه دنيته. يعني تخمين كاس العالم مما لا شك فيه معتمد على قصائم التشجيع. قصائم التشجيع بتجيلك من طريقين. الطريقة الاولانية الفصول، هنا في المعركة بتدوس عليها وبتقدر تختصر الفصول ديت لحد ما تجيب 20 أسيمة. أقصى حد ممكن تجيبه في اليوم من الفصول 20 أسيمة، وبتجيب بالباقي 10 أسايم، لأن أنت ليك حد أقصى 30 يوميا من هنا. ده بالنسبة للطريقة المجانية. الطريقة اللي في فلوس أن أنت بتشحن زي هدايا الشحن اللي موجودة النهاردة وهتكون برضو موجودة بكرة أهي. أسايم الشحن ديت بتشحن 500 جوهرة بيجيلك 5 أسايم، وبكرة في نفس الكلام في أسايم أكتر بكتير. وده يمكن جاوب على سؤال ناس بتقول لما كل الناس ليها حد أقصى 30 أسيمة في اليوم، يعني 30 نقطة في التشجيع زي ما انت شايفين كده الناس امبارح والنهاردة 30 كلام دوت، الناس حجزت مراكز على أساس انهم خمنوا. أنا شايف ان ده خطوة مش ذكية، مش هنقول غبية. ليه؟ لان انت شايف ان الموضوع صعب والناس اللي بتشحن هتتميز، فانت بذكائك وفطنتك خد مركز ضعيف في اول حدث. يعني زي ده، زي ما انا عملت كده، انا تصويتي دلوقتي واخد 25 قطعة حيوانة، وهخلي معايا جميع التصويت او جميع اسامي التشجيع في مباراة تانية اكون عارف نتيجتها او نتيجتها متوقعة. زي مثلا يقولك اسبانيا ومصر، مين اللي هيكسب؟ طبعا مصر، فهشجع بقى مصر وكده يعني، فهاخد الترتيب اللي انا عايزه. والله لو ترتيبي صحيح هاخد هدايا بتخص الاجنحة، لو ترتيبي خاطئ هاخد هدايا بتخص الحيوانات الصفر. ايا كان النوع ده او النوع ده مش وحش ابدا. ده غير الترتيب الكلي على كل مباراة هتشارك فيها او هتشجع فيها او هتخمن فيها هتاخد الكلام ده كله. بعد المباراة بتشوف الدنيا ماشية ازاي وبتستلم جوائزك بعد اليوم بتاع المباراة ما بيخلص. المميز جدا في الحدث ده انه بيكون مقتصر على الخادم بتاعك انت بس، مش كروس سيرفر. يعني احنا هنا المراكز بتاعتنا لو بصيت كده هتلاقي كل الجماعة الطيبة دي تبعنا. لا فين اهم، تقريبا السيرفر ده كل الناس ديت هما اللي معانا في الخادم، مفيش حد بره. يعني كل الاسامي دي يعني مألوفة بالنسبة لي. فالحدث مش وحش، الحدث ممتاز جدا جدا جدا. في هدايا كتير 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 هتبقى حلو، والحدث بتاع بكرة احسن واحسن ان شاء الله. الحدث بتاع بكرة هنفعل فيه المطايا الجديدة وهنفعل فيه شوية حاجات كده حلوة، يا رب تعجبكم. وده كان شرح بسيط عن الحدث، واللي عايز حاجة يسألني في التعليقات. انا ان شاء الله الفيديو ده هيكون يعني اجابات على اسئلة. اي حد عنده سؤال يسأل في الفيديو ده بالتحديد وانا هجاوب. والسلام عليكم.